عسلامة مدام. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. هلا من المرسى. مرحبا بيك. كيف نقول لك، افعل الخير مهما استصغرته فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. صحيح، كلام معقول. ما أنت واحد كي يعمل الخير تعرفش منين تجي حكايات، ترجع له في صحته، في ولاده، في منعش. أنا كون ما عندهش خدمة تلقى في ساعة تلقى عنده خدمة. ما أنت كل ما إنسان يعمل خير ويصدق، وكل لازم ربي باش يجازيه بالحق. كل حكاية منعش هي الحكايات، نجم في خدمته ونجم في صحته ونجم في برشا حكايات. فالخير اليوم كيفاش ترى الناس؟ إن را فما تبقى برشا لبس عليها برشا ذول يعمل عاش الكل بتبيعة، أما تحسوا مش قاعدين يعملوا فيها فعل الخير كما يلزم. معناتها تعشنا وزاد المتسولين اللي يسحقوا واللي ما يسحقوش. ساعات تلقى بالعاني ولات كل يحرموا على الناس اللي عندها اللي ما عندهاش بالحق. ما انت تلقى كلمة متسولين مش بالحق وما متسولين. انا ريت واحد في المرسى البارح وهو راجل ولابس خمار ونقاب وشلاك كوم كوا بنيه ويطلب. بس نورمال كي نسمعوا احنا هكا يقولوا يكذبوا، كلهم يكذبوا، كلهم ما عندهم اللباس عليهم عاملين عصابات. انت هنا تحكي على المتسولين؟ اي نحكي على المتسولين. معناتها يحرموا على اللي يستحق بالحق، يحرموا عليهم. مثلا الناس تجيب تعطي تيكذب هذاك وبعد تلقاه طلع في كهرباء ولا طلع في معاش يعمل في حاجات اللي معاش يصدقوا العباد، يقول لك يكذبوا. اما نورمالمون لازم يصدقوا على الناس الكبار، النساء الكبار، الهانديكابي بالحق، الرجال الكبار زاده، مش ولاد صغير زاده يحوس عمره 20 30. اللهم انت تعرفوا، ما انت تعرف ظروف دارهم يعني، وكل أم مريضة من عرش أنا حاجات هكا. هذيك تمشي، هذيك واحد يصدق نورمالمون مش على بعضه زبيب وحمص. أنا كيبدا ماذا بينا واحد كيبدا فقير بالحق ويستحق، هي صدقة باهية. حتى في القرآن موجودة صدقة والزكاة والصلاة والزكاة والصوم والحج موجودة زكاة يعني صدقة ولا دونك نورمالمون العباد تصدق وتزكي وكل شيء على فلوس على صحتها على كل شيء مش ربي يبارك. الرحمة قطعت سن حاجة، هي الرحمة في الحياة دي. احنا ضيف احنا في الدنيا دي، كما نرحموش بعضنا وما نحنوش على بعضنا وما شنية حياتنا شنية شنو زايدة، لازم فما رحمة وفما ود بيناتنا وفما الزكاة وفما صدقة وفما كل شيء مش نجمو حتى بالقليل اللي ما عندوش البرشا يعني بالقليل يعني. تدخل كارفور، تدخل ما عادش انا مونوبري، تشي زوز ببز ماء مثلا عندك، هذاك الجهد اللي عندك، زوز باكوات مقرونه. كان انت كل واحد يعمل هكا ما يقعد حد في تونس فقير، معناتها ما ياكلش وما يتعشاش وما يفطرش وما يعيش. كما نشوفوا المتشردين في الشارع، المتشردين فيهم اللي بالحق متشرد وفيهم اللي جهل من الاولياء نتاعهم، برشا جهل من الاولياء او حتى الكبار. اي وفيهم اللي عملوها هذيك حاجه سهله، في تقول لك نخدم في قهوه ولا نخدم في اي بلا، نخدم في دار ولا منعرفش، يقول لك ندبر 100 دينار كل يوم ونتسول. فما اللي عاملينها هكا وفما اللي لا حول ولا قوه يعني. ولات خدمات تسول الاغلبيه، هي ولات خدمه راه هنا حسب ما نشوف الاغلبيه ولات خدمه. مساكن حرموا على العباد اللي بالحق اللي هما لا حول ولا قوة، معناتها حرموا عليهم هما خاطر ولات عصابات، ولاو يبعثوا فيهم شركات عاملين تاع التسول، ولاو صغار وكبار يبعثوا فيهم. اللي حمل طفل صغير معاها كاريته من جارتها وطفل حربوشة في فمه بنوم من نهار كامل، هو حرام عليهم. قلبي يوجعني انا كي نشوف هكاكا. واللي طفل صغير عمره 9 سنين مسيب قرايته يدور يتسول، شيء كبير وليت في البلاد هذيا. كما شفنا زيدة بادرة طيبة من عند مواطن في العراق، صاحب محل يحرق دفتر الديون قبل دخولنا شهر رمضان. نتمنى في تونس تصير هكاكا، كل عطار ولا خضار ولا عنده كريدي نتاع العباد، مادام عنده كريدي نتاع العباد، مادام العباد مستحقة، مادام معناتها الناس عاملة كريديات، مادام يعلم بهم كان ربي.
نتمنى كل عطار ولا خضار في تونس ولا اي واحد عنده كريدي في مع عطار وكل العطارة يعملوا بادرة باهية هكايا كيما العراقي هكايا ويرحموا بعضهم. تو بشنو يدخل علينا شر فضيل وكل نعاونوا بعضنا فيها باس. شنو باش يصير هوكي واحد كارنيه فيه 100 دينار ولا 200 ولا 3 وتقطعوا وتفرحك العائلة ذيك باش يلقاو ما يشري ماكلة رمضان على ما صعبت علينا الدنيا. شنو فيها عيب؟ ما فيش عيب. ولا أهل الخير يجي أنا نتمنى واحد ما لابس عليه بالكدا يجي العطار في حمى شعبية كيما يعملوا كل في هل تعلم اسمه ذاك رمزي هما يجي شخصية إنسان يشوف يدخل العطار يقول له بالكاميرا باش خاطر باش يعرفوا العباد هذوك ماك العطار هذاك اللي هما خالص كل كريدياتهم بتبيع. يقول له قداش عندك من كارنيه قداش كيما عمل هكاكا يخلصهم الكل. كل واحد لبس عليه يمشي العطار ويعمل هكاكا تولي بلادنا بخير بالحق كيما العراقي بالحق. اكيد فما عباد يعملوا خير لكن ما يحبوش يظهروا في الصوره. اي ماذا بيا ما يظهروش في الصوره. انا جوست قلت لك هذاك لازم يعمل باش العباد اللي عندها الكريدي تعرف اللي العطار هذاك خلص. هذيك اش قصدي انا. اما نورمال اما الاغلبيه اللي يعمل خير ما يقولش. شنو رايك في العباد اللي يعملوا الخير لكن يوثقوه بالتصوير هذوك ما يعملوا في السياسه ولا يعملوا في حاجه سياسه يوريوا في رواحهم. التشهير. التشهير صحيتك التشهير راني كيما كادوريم وكيما درا شكون وكيما باش يدخلوا في العالم السياسه راني راني نعاون راني كل افلام دخول يدخلوا بيه هذاك. اما اللي يعمل بالحق اللي يحب يصدق بالحق عمره ما يوري روحه بالحق. ترى انه اللي يحب يعمل الخير يعمله بالستره بينه وبين ربي. يا اخي انت تعمل في العباده انت نيتك تعمل في الخير لشكون؟ مول ربي. ربي في باله بيك علاش توري في العباد ولا انا غلط؟ هو ربي بينك وبينه يعرف انت شكون توري ساعه ربي ولا العباد. ثبت روحك ساعه بعد شكون وبعد تقول كان ربي هاكا في باله بيك من غير ما توري العباد ومش تحرش العباد زاد مش حلو. ها شنو تنصح العباد؟ ننصح العباد كل انسان يعمل الخير ويتقي ربي ساعه قبل كل شيء. وكان باش يعمل الخير يعملوا لله مش للعباد. وكاو اذا كان شو نقول لهم معناتها ارحموا الناس وكاو من غير ما تشهروا. كاو انت تحاول تعمل الخير ومن غير ما تقول للعباد؟ والله نحاول اكيد كل انسان اذا كان معناتها قلبه باهي وكل يحاول مش نحاول قدر الامكانيات بتاعي معناتها. اما مش لازم نقول للعباد علاش باش نقول لهم للعباد شنو باش ينفعوني العباد. يا اخي انا نعمل فيه لشكون؟ وربي نهار اخر باش يغفر لي ذنوبي وباش يلطف بيا وباش يرزقني وباش يعمل. نوري فيه العباد ربي العباد انا شكون هم العباد عبد كيفي كيفهم علاه نوري فيهم انا؟ دونك اللي يوريو العباد حكايه فارغه يشهروا ويحبوا يعملوا افلام وكهو. خلي كلمة الختام. كلمة الختام إن شاء الله التوانسة الكل والعرب بصفة عامة يرحموا بعضهم في مش كان في شهر رمضان اللي جاي معناتها لا في كل مناسبة في كل نهار في الدنيا يصير. اللي تلقاه جارتك ما عندهاش تمشي تعاونها تلقى جارك مش لازم معناتها كان في المناسبات باش نعاونوا بعضنا.